هاي الكوارث بالجداول انت قلت اخلي الف علامه استفهام، انا قلت صفقه الان. هذا هاي وثيقه لرئيس الحكومه تخوله ثاني كرئيس وزراء، اذا جاني جدول 164 تريليون اعتمده، ما اعتمد قضيه الانفاق، وكانما انه اللي راده علي عبد الامير علاوي والكاظمي مر. هي مررت عده قضايا، لان ملاحظاتكم الأربعين بالمؤتمرات اللي يوميه كنتوا تطلعون بها اخوي كلها صارت من سعر الصرف. انا اقول لك يمكن بس ال 47 بيع اصول الدوله، 47 تم تسقيطها بالتصويت، الماده 41، الماده 47 تتكلم عن بيع اصول الدوله، الماده 41 تتكلم عن بيع الاصول الزراعيه، الماده 38 اللي تتكلم عن خصخصه قطاع الدوله بالكامل، اي النفطي والكهرباء، استثناء من قانون الاستثمار. ظني ثلاث مواد سقطت بالتصويت، لكن مع ذلك نعم الموازنه فيها مواد خطيره ومواد كارثيه، وشخصنا الخلل ويتحمل المسؤوليه من صوت صراحه. يعني هو بالنتيجه مجلس النواب عباره عن نواب وكتل زين، فالكتل السياسيه بينت موقفها وكان موقفها صريح، من صوت، من دعم، من ايد، من اعترض، كان واضح. اعتقد كتله النهج الوطني من اولى الكتل التي اصدرت عده بيانات ومؤتمرات صحفيه، ويجوز دوخنا الناس هم بيها قد ما تكلمنا، لانه نعتقد انه تكليفنا الشرعي الوطني انه نوقف عند هاي بس القضايا. ما سمعوكم القوى السياسيه رغم البيانات الحاده ورغم قضيه اقليم كردستان، صراحه اوديك عليها. نعم. الماده 11 مرروها بكل تفاصيلها ما تخص اقليم كردستان، هي بعض الفقرات مررت باتفاق سياسي واضح. يعني احنا نعم مره تدري انت اليوم نائب سياسي كتله سياسيه، عليك اللي انه تتكلم، تبين، تعترض، تبين موقفك للجمهور، للنخب السياسيه، كل هذا احنا سويناه. هسه اذا مرت يتحمل المسؤوليه من مررها. الماده 11 اللي تتكلم عن تخصيصات اقليم كردستان والالتزام اللي على اقليم كردستان، طيب، واحنا تكلمنا بشكل صريح انه هذه الماده فيها مخالفه دستوريه، فيها مخالفه لمعايير العداله الاجتماعيه. ما معقوله تجي تتعامل مع اقليم كردستان بطريقه تختلف عن التعامل مع البصره، وانا تكلمت مع اخوه كرد زملاء في مجلس النواب، قالوا انه لماذا مثلا تتكلمون عن البصره وتسووها بكردستان بالوقت اللي كردستان اربع محافظات ويا حلبشه، اي مع حلبشه والبصره محافظه، وتكلمت انه ما هي البصره ترى يعني عدد سكانها تقريبا نفس عدد سكان اقليم كردستان. المظلومية إذا أنتم انتهيتوا من الظلم بالنظام السابق بال91 فهي مستمر إلى الآن، تخصيصات البترودولار ما توصلها. صحيح. إذا نتكلم عن البصرة عندها ميناء، البصرة هي أم النفط، البصرة هي أكبر محافظة بالعراق، ما كفد رعاية لهذه المحافظة، فضلا عن المحافظات الأخرى اللي هي تعرضت ل حقيقة حرمان وظلم كبير. وأنا إذا أريد أتكلم بهذا الموضوع المحرومية، لأنه إحنا عندنا تدري نقطتين أو معيارين، الأول في موضوع التخصصات، الأول هو عدد النفوس والثاني هو المحرومية، فماكو مقارنة بهذا الموضوع. إذا حسبت محافظة البصرة وعشر محافظات الوسط والجنوب بما فيها العاصمة بغداد، راح تلقى ما خصص لإقليم كردستان أكثر ما خصص لهذه العشر محافظات.